شارك معانا 27 محافظه موجودين معانا النهارده، وحبينا يكون الاحتفال مختلف شويه. احنا كنا حضرتك يعني في نصر، احتفال نصر اكتوبر، مصر كانت العبور العظيم اللي عملته الاشاد بيه العالم، مصر مشت على الطريق الصحيح وفي ظل القياده السياسيه اللي موجوده، وخدت الطريق الصعب وسلكت في الاصلاح الاقتصادي واصلاح الدوله وجمهوريه جديده وعاصمه اداريه جديده. فحبينا الولاد يكونوا يجوا يشوفوا الانتصار اللي الدوله وصلت له حاليا من عبور اكتوبر الى العاصمه الاداريه الجديده، يكونوا يشوفوا على ارض الواقع، يشوفوا الحي الحكومي بما فيه بما وصلت فيه الدوله، يشوفوا بقيه كل المنشات اللي ما وصلت بيها الدوله داخل العاصمه الاداريه، المدينة الرياضية اللي موجودة داخل العاصمة الرياضية اللي هيكون فيها الاحتفال الكبير اللي موجود إن شاء الله في نهاية اليوم بإذن الله. حابين إن احنا نشوف الحاجة اللي موجودة أو العاصمة أو إزاي النشأة بتاعتها، حابين إن احنا نظهر للعالم كله إن دولة مصر فعلا عملت حاجة كبيرة، وسيادة الرئيس دايما إن هو بيفعل دور الشباب، وكمان سيادة الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حابب إن هو يجمع الشباب ويشوف كبرلمان وكشباب منظمة كلنا جايين لهدف واحد، ان احنا نشوف ما مدى تاثير العاصمه الاداريه للعالم كله. زرنا اماكن كتيره، رحنا العالمين ورحنا مقرات كتيره جدا. هو الهدف ان احنا نتبادل، يبقى في ثقافات مختلفه، نتعرف على المشاريع بتاعه الدوله، عشان احنا المفروض نواب، فالمفروض ان احنا بنروج للمشاريع بتاعه الدوله ونعرف بيها بقيه الشباب اللي زينا ان في مشاريع كتيره ومشاريع عظيمه موجوده عندنا. احنا مشروع شبابي انشاه الدكتور اشرف صبحي في 2018 لما تولى. احنا موجودين في كل المحافظات، بنروج لانشطه الوزاره وبننظم فعاليات الدكتور اشرف. يعني الجوله بصراحه كانت حلوه جدا، واحنا موجودين هنا كل المحافظات، كل المحافظات بسطت جدا يعني بالجوله بتاعتها، وبصراحه المباني وكل حاجه تخلينا نفتخر ببلدنا. النهارده انا مبسوطه جدا ان انا من ضمن وفد البرلمان اللي موجود النهارده في الحي الوزاري او حي الوزارات في العاصمه الاداريه. ده بيدل ان دل على شيء، بيدل ان احنا قد ايه نبقى فخورين بالانجازات اللي عملتها الدوله الفتره اللي فاتت، وقد ايه الوقت القياسي اللي حققت فيه كم الانجازات الكبيره دي، وان احنا نقدر نرد عن اي اشاعه تيجي تقول لنا ان احنا ما فيش حاجه موجوده على ارض الواقع، بل بالعكس المباني دي كلها تشهد ان احنا قد ايه عملنا واثبتنا ان احنا مصريين بنتحدى الوقت. صراحه الجوله كانت جميله جدا وممتعه، واستفدنا منها معلومات كتير، وخدنا جوله كانت ترفيهيه وكانت كويسه جدا، واستفدنا انا شخصيا استفدت منها بمعلومات كتيره جدا. استفدت فعلا جدا من الجوله اللي احنا فيها دي، وبالفعل كل كلمه بنقولها في البرلمان عندنا في مراكز الشباب بنطبقها حاليا، عن طريق ان احنا كنا بنتكلم عن مصر الحديثه والمعاصره، وبالفعل احنا جينا هنا وطبقنا الكلام اللي كنا بنشوفه.